الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الشعبية أيضا على نتنياهو باعتباره رئيس حكومة غير مسؤول، بمعنى أنه يتصرف صبيانية للدفاع عن ذاته ومنع محاسبته ما بعد الحرب أو عدم تحمله المسؤولية عما جرى يوم السابع من أكتوبر من فشل استخباراتي وعملياتي في غلاف غزة أو في حدود غزة. طيب أستاذ جهاد، هل أقدر أعتبر ده أو أفهم من ده أنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لديها يد ثقيلة على الحكومة ورئيس الحكومة، يعني لا يستطيع أن يقف أمام الأجهزة الأمنية؟ أعتقد أنه هناك مقولة في إسرائيل تقول بأن دولة إسرائيل هي للجيش، أي الدول العادية لكل دولة جيش، بينما في إسرائيل جيش لديه دولة. بكل تأكيد هناك تركيز عالي وكبير للمؤسسة الأمنية في إسرائيل، الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى مثل المخابرات وغيرها، التي تلعب دورا أساسيا في إدارة الحكم في إسرائيل.